فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يغتسل من ظن أنه قد أصاب أخاه بالعين؟ هل يتوضأ له أم يغسل داخل إزاره؟ كله يصلح، يتوضأ له، يغسل إزاره، يقرأ عليه، كله يصلح إن شاء الله. نعم. ويقول حفظك الله: وهل يشرب منه هذا المعيون أم يغتسل أم ماذا يصنع؟ اللي ورد أنه يغتسل به. نعم. أما القراءة إذا قرأ له بماء يشرب، نعم، لا بأس، هذه رقية. نعم.